البداية. استنى كده، لف لي، لف بس. الف لمين انت؟ اتقابلتوا ولا لف بس اقول لك حاجه. استنى لف تقولي لي حاجه. انت شاربه حاجه يا استاذه ولا هتنفع؟ هنفع. ايوه بقول لك ايه، انت هتيجي معايا البيت دلوقتي؟ اجي معاك البيت؟ ايوه هتيجي معايا البيت. انت عارفه انت بتقولي ايه؟ ايوه عارفه بقول ايه. بقول لك ايه، انا جوزي خاني وانا والله لا ارد له القلم اللي هو عمله فيا ده عشان يتعلم يخوني بعد كده. يعني انت عشان جوزك خانك هتاخديني معاك البيت؟ هعمل ايه انا بقى طيب في البيت؟ بص هتيجي معايا وهديكي الفلوس دي والذهب ده كمان. اه ماشي ماشي، لازم احرق دمه النهارده. يعني هفور لك دمه مش هحرق لك دمه. يلا تعالى معايا هات الفلوس دي لحد ما نوصل. يلا 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 يلا. ماشي. بقول لك يلا، انت ماشي تتدلع كده ليه؟ ماشي اهو جاي وراك اهو. مصلحة في الجو يا خرابي، انت هتشوف ايام اسود من شعرك. يلا تعالى خش ادخل. طب سيبي وانا هقفل وانا مش بقول لك ايه؟ ايه؟ شروط الموضوع بتاعنا انك تسيب تليفون. انا مش ضامنه كاميرا تصور ولا اي حاجه، لازم تسيب التليفون هنا. كاميرا ايه؟ ده انا سر كبير ما تقلقيش. التليفون هو بقول لك كمان الفلوس والسجاير والولاعه ولا اي حاجه في الجيوب عشان تطمن. مفيش اي تليفون تاني في جيبك ده ولا ده؟ لا المهم ولا ماشي هاخد الفلوس والذهب اللي انا شفته ده. طبعا هتجيب كل اللي انت عايزه. ماشي؟ ايوه متفقين. عامل الذهب والفلوس اهم. وما تقلقيش لو جوزك خانك تاني رن عليا في ثانيه الا ثانيه هتلاقيني هنا جنبيك. طيب ماشي اتفقنا. ماشي؟ ماشي. ايه ده؟ اهو انا ماليش دعوه. انت فين يا شيماء؟ ومع مين؟ بص يا استاذ يلا ايوه عشان تبقى في خطي تاني. ليه يا شيماء؟ طب انت ليه عملت معايا كده؟ لا يا استاذ معايا يا استاذ تاني وعادي نخلص منه يا زباله. يا استاذ طبعا يا حيوان بره. حسيت بقى الموضوع في وجع ازاي؟ فين في ايه ده؟ ده التليفون هرجع اجيبه. اجيب ايه؟ ده كان هيموت. ده ماسك مسدس تليفون في داهيه. بقول لك ايه؟ اتفضلي في حرامك. عايزاك في مصلحه. مصلحه؟ مصلحه عينيا. بص يا سيدي، انا جوزي خاني وانا لازم ارد القلم ده ليه، لازم احسسه بالنار اللي انا كنت حاسه بيها. ايوه يعني انا ايه علاقتي بكل ده؟ اسمع هتيجي معايا البيت. اه تمام؟ وهرد له نفس اللي عمله فيا. مقابل ده هتاخد الفلوس والذهب دي. ايه ده بجد؟ اه بجد. والله يا مصلحه في الجول، ولو انت اللي طلبت فلوس هديكي. قولي لي باتك منين؟ يلا بسرعه مفيش وقت. يلا يا اخويا يلا يا لمت. يلا. بس بقول لك المكان هنا امان؟ ايوه امان. اما جايبك ايه يعني؟ والله يا جوزك ده حد يبقى مع القمر ده ويخونه. ماشي يا سيدي شكرا. بس يلا مصلحه انه خيالك عشان ربنا يبعتك ليا. بص بقى يا سيدي، الفلوس والدهب ده هديهم لك. تمام تمام يا ست. انا مش عايز حاجه. انا ما تقلق. انت لو عايزه فلوس هديكي. طيب شروط الموضوع بتاعنا انك تسيب الموبايل بتاعك عشان ما فيش اي تصوير يحصل ولا حاجه. شروط ايه؟ احنا داخلين مسابقه. من غير مسابقه. هو يا ستي خلاص. وانت خايل ايه؟ ما تنفذ مطلوب منك عشان تطمني. كل اللي في جيبك ما معيش حاجه تانيه. مش موبايل في جيبك ده ولا اي حاجه ولا الورق؟ ستي وانا ايه سنترال. طيب اتفقنا. طب يلا بقى ولا ايه؟ ماشي. هو انت ايه هتفكري؟ انا يا حيوان يا حيوان ادخلي يا شيماء. ومين ده؟ مكانك يا جوزك؟ يا ابن خالك كده اقعد يا. ايوه بخونك عشان تحس باللي انت عملته فيا. تحس بالنار اللي انا حسيت بيها. مكانك يا. انا ما حطيتكيش يا شيماء. امال انت كنت قاعد بتعمل ايه؟ بتسبح؟ انا اتجوزنا عليك كمان؟ يا ريت كنت خنتني بس يا عم. ده مش ضربت نفسي وخلصت. لا يا شيخ خلي مع حد زي ما عادل. ربنا خلك يا حرام. انا لقيته قدامي. مشاكل عائليه يا عم ماليش دعوه بيها. ده بقى انا بقى خلوني في ايه؟ هطلع لك اربع تربع. انا اصلا ما اعرفوش يقتلوا. انت عبيط عبيط انت ولا ايه؟ اقتل مين؟ يا عم بقول لك ده مش هيجيب حيوان البيت. يا عم اسمع اللي حصل. طب انا كده بقول اسمع اللي حصل. قبل انت في اقعد يلا اقتلوا. يلا بصوا اقتلوا. انت عبيط اقتلوا. عامل في ايه بس؟
اقتلوا انا اصلا. سيبي بقى الغلو ده، المسدس كان هيكشف لي. تليفون، ايه رايك في التليفون ده؟ ده متقلقانه من الرد قوي. كان مسبل قوي ونحنوح كده وقريب. هو شكله شمال ومعاه فلوس بسم الله ما شاء الله. هو كل اللي بيجي كلهم كده شمال عشان مات. بصدق دي يوم يا رب. صوت وزفت. والله تنفع. تنفع في ايه وحضرتك مين اصلا؟ ده انت حظك حلو قوي، ده انا جايبه لك مصلحه كده. ممكن تقوم تقف كده وريني شكلك؟ في يا ست هانم. لف كده. حضرتك مجنونه في ايه؟ بقول لك ايه؟ انت متشبهي عليا يعني حد تعرفيه؟ لا انا جايبه لك مصلحه حلوه. اقول لك الموضوع؟ بص يا سيدي، انا جوزي خاني. وانا حالفه بالله لاخد حقي منه، ولازم ادوقه من نفس الكاس اللي دوقني منه. بقول لك ايه؟ بالله عليك انا قاعد هنا مع نفسي كده بفكر كده، عندي هموم ومشاكل الدنيا وغوري من وش يا عم. انا هحل لك همومك دي كلها، انا بعرف اعمل كل حاجه. يا ست السوبر هيرو، انا مش طالب منك حاجه. يا عم تعالى بس معايا، بص هديك ايه. اجي معاك فين؟ تعالى معايا البيت. اوعى في البيت. ايوه عشان لازم ارد لجوزي نفس اللي عمله فيا. بص هديك ايه، الفلوس والذهب دي من نصيبك يا عم. ده مقابل ايه بقى ان شاء الله؟ انك تيجي معايا البيت. يعني يا جماعه لازم ادوقه من اللي عمله فيا، لازم الكاسه اللي انا دوقته هو يدوقه هو كمان. بص الله يهديك، اول حاجه جوزك ده انا ما اعرفوش، خانك بقى وجايز يبقى معاه حق عشان دماغك اللاسعه دي. بعد اذنك خد حتى كنت كده. يعني انت راضي ان هو يخوني يعني؟ يا ست انا راضي ولا مش راضي؟ اتكل على الله سيبني في حالي بقى. طب تعالى معايا. يا ست سيب لك ام المكان وامشي، ما بلاش بقى ام الجنان اللي فيكي ده. يا عم تعالى معايا وهديك كل الفلوس دي. مش عايز فلوس. والذهب ده ده انا غوشت هتعمل لها 5 6 7000 جنيه. انا راجل متجوز ومش عايز فلوسك والحمد لله يعني مستوره. انت خايف لما مراتك تعرف صح؟ ما حدش هيعرف خالص. ربنا مش هيعرف؟ ما حدش هيعرف يعني هنخبى على ربنا؟ ربنا مش هيشوفنا؟ يا عم ابقى استغفر. ممكن اطلب منك طلب؟ اقول لك حاجه زي ما انت. يلعن ابو اللي قعدني في مكان فيه زيك. انا سايبك الدنيا. لو سمحت يا استاذ. بقول لك ايه؟ تعالى. يا استاذ لو سمحت. تعالى. ثانيه واحده بس. تعالى بس تعالى بس. حضرتك مين انت كمان؟ لو سمحت انا اسمي عماد، حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي سلامة. انت جوزها يعني؟ لا انا بص يا استاذ سلامة، احنا برنامج وكنا بنعمل فيك مقلب. كنا بنعمل فيك مقلب، في ناس كتير وافقت بس اللي وافق يعني كان مصيره مش حلو، لكن انت بسم الله ما شاء الله ربنا يقوي ايمانك. انت كان هيبقى مستنيك حاجات وحشه قوي. ربنا يقوي ايمانك، انت بسم الله ما شاء الله عديت من الموقف تمام، ودي جايزه بسيطه لأسرة البرنامج. دي جايزه حلال كويس. والذهب ده كمان ليك لمراتك يا عم. ده بجد انت بتهزر؟ لا والله. انت عارف ان انت الوحيد اللي رفضت؟ انت الوحيد اللي رفضت؟ الوحيد. يعني انا الحاجات دي من حقي بجد؟ من حقك بجد وحلال. طب والله متشكر جدا. انا عايز اسالك سؤال ممكن؟ انا اسف ان انا زعقت لحضرتك. لا ده زي تمام فعلا تمام. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. هو ايه الهموم اللي انت كنت بتفكر فيها ومضايقاك؟ بصراحه كان عليا ديون والحاجات دي جت في وقتها، عليا ديون ووساطه وكده يعني. يلا الحمد لله. كويس.